أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من اليمن، حيث شن طيران التحالف السعودي الإماراتي أكثر من 57 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة في كل من مأرب وصعدة والجوف. من جهة أخرى، قالت القوات الحكومية إنها استعادت عددا من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء. لا تزال هذه المشاهد تتكرر في اليمن منذ ما يزيد عن 5 سنوات. أسلحة يغطي صداها سماء وأرض اليمن، وجثث ضحايا تملأ جبال وسهول البلاد، وغبار معركة على وجوه المقاتلين، وتدخل خارجي جاهز لإيقاد نار الحرب كلما اقترب القوم من الحل. فالطيران السعودي الإماراتي يغيران بشكل يومي على مناطق عدة في البلد الممزق بالحرب. عشرات الخروقات لوقف إطلاق النار من قبل التحالف السعودي الإماراتي في الحديدة سجلت في الساعات 24 الأخيرة حسب ناشطين. محافظة مأرب كانت كذلك مسرحا لطيران التحالف، حيث شهدت أكثر من 30 غارة على مدينة صلب بمديرية مجزر بمأرب ومنطقة الخانق بمديرية نهم في محافظة صنعاء. وفي محافظة الجوف شمالي البلاد، استهدف طيران التحالف بعدد من الغارات مديرية خب والشعف. وكذا الأمر في محافظة صعدة، حيث استهدفت مديرية الظاهر بثلاث غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي أصاب بلدتي رازح وشدى الحدوديتين. الحرب ضد الحوثيين هي الوجه الآخر لمأساة اليمن، فقد نقل المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بصنعاء أن قوات الجيش اليمني والمقاومة صدتا زحفا لجماعة الحوثي التي حاولت استعادة مواقع حررها الجيش اليمني مؤخرا في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقية صنعاء. وقبل أيام أعلن الجيش اليمني سيطرته على عدة مواقع استراتيجية بالمديرية ذاتها التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. وينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، دعنا في صورة آخر التطورات العسكرية الميدانية. نعم كمال، قبل قليل أعلن الحوثيون عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء استهداف سيارتهم بغارتين لطيران التحالف السعودي الإماراتي على مديرية شدى الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وهي تابعة لمحافظة صعدة، ولم يحددوا حتى الآن عدد القتلى والجرحى جراء استهداف الطيران بغارتين لهم أو على سيارتهم في هذه المنطقة الحدودية مع السعودية. في المقابل كذلك شن طيران التحالف غارتين على جبل تويلق وهو في منطقة جيزان على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كذلك تتواصل الغارات المكثفة والعنيفة على محافظتي مأرب والجوف بالتحديد في مديرية خب والشعف، بالإضافة إلى مديرية مجزر وهي تابعة لمحافظة مأرب، وبالتحديد على منطقة صلب وفي مناطق صرواح التابعة لمحافظة مأرب، بالتزامن مع معارك تدور بين الطرفين في هذه المنطقة، منطقة صرواح وكذلك في منطقة صلب وعلى أطراف مدينة نهم أو منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء، معارك كر وفر بين الطرفين، بالتزامن كذلك مع قصف مكثف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. هذا بالنسبة كمال لشمال اليمن. في جنوب اليمن حتى اللحظة تتواصل أو يتواصل القصف المدفعي بين الطرفين، بين الانتقالي المدعوم إماراتيا من جهة وبين القوات الحكومية من جهة أخرى، وسط ردود فعل بعد أن قام المجلس الانتقالي أمس بأخذ مبلغ كبير من البنك المركزي أو وسطه على أحد الآليات التابعة للبنك المركزي التي كانت تحمل الأموال إلى البنك المركزي والتابعة للقوات الحكومية. حملة مداهمات واسعة تقوم بها قوات الانتقالي لما أسمتهم بعناصر الخلايا النائمة في مدينة عدن والذين يتبعون القوات الحكومية. في المقابل كما لا بد من التركيز بأن هذه الحرب التي يعزف عليها الانتقالي يقول بأن الحرب شمالية جنوبية، بمعنى أن الانتقالي على أساس أنه يريد أن يستفرد بالمنطقة أو المحافظات الجنوبية، وبأن الذين يأتون لمقاتلته هم من حزب التجمع اليمني للإصلاح
وهم كذلك من المناطق الشمالية، ولذلك فهم يدافعون عن مناطقهم حسب قول المجلس الانتقالي في معركته هذه التي تدور رحاها أو يدور رحاها في محافظة أبيان جنوب اليمن. مراسلنا في صنعاء نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك.